لكيان الدولة، نعم للتعديلات الدستورية، من أسوان، من عاصمة أفريقيا، من أرض الحضارة. ابتدينا كشركة جنوب الوادي وكلجنة نقابية، تمام، والعاملين بشركة جنوب الوادي كلهم دون استثناء يؤيدون التعديلات الدستورية لكيان الدولة والحفاظ عليه، وكلنا بنقول للرئيس السيسي كمل واحنا وراك وهنفضل دايما وراك طول ما حضرتك بتعمل لصالح الدولة، تمام، وربنا يوفقك اللي جاي، وكل سنة وكل مصر طيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد جبران، رئيس النقابة العامة للبترول ونائب رئيس اتحاد أعمال مصر. النهاردة موجودين في أسوان عروس الصعيد، مؤتمر ولا أروع من كده. الأروع حاجة حصلت في المؤتمر، إن النهاردة شيخ الأزهر وممثل الكنيسة إيد في إيد علشان يبين للشعب المصري إن هو شعب واحد مفيش أي فرقة. النهاردة كنا بنناقش التعديلات الدستورية علشان نفهم الناس ونوعيها يعني إيه تعديلات دستورية. كنا بنحس الناس يفهموا علشان لما ينزلوا يدوا رأيهم، وبنقول له انزل شارك قول رأيك بصراحة، بس قبل ما تنزل لازم تكون فاهم انت هتروح تقول ايه. الحمد لله رب العالمين، قطاع البترول قطاع متميز، قطاع منظم، النهاردة اثبتوا فعلا ان هو قطاع يستحق ان هو يكون قاطرة التنمية داخل مصر، جمهورية مصر العربية. شكرا جزيلا.